جدد الاتحاد الياباني لكرة القدم في اجتماعه الأخير أمس الثقة في المدرب البوسني وحيد حليلوزيتش بعد مطالبة الجماهير الملحة بطرده من تدريب المنتخب بعد نتائج سلبية، إلى أنه أكد بأن مباراة اليابان ضد كمبوديا في الثالث من الشهر القادم لحساب تصفيات كأس آسيا هي الفرصة الأخيرة للمدرب السابق للخضر، وهذا حسب موقع أريان مترو الذي أضاف بأن أي تعثر لليابان في قادم مواجهتها تعني إقالة حليلوزيتش، خاصة بعد تعثره أمام كوريا الشمالية وسنغافورة.